محمد عبد الله الانجاوي المدير التنفيذي لقطاع امن الطيران والتحقيق في الحوادث في هيئه دبي للطيران المدني في دبي. مشاركه الهيئه هاي السنه تاتي لدعم نمو سوق الطيران على مستوى الدوله وعلى مستوى العالم. دبي تقود حاليا التعافي من مرحلة كورونا، وحاليا الحمد لله فضل رب العالمين وصلنا إلى 80% من القدرة الاستيعابية قبل كورونا، والرحلات قاعدة في ازدياد إن شاء الله مع تخفيف القيود من بعض الدول. في زيادة في عدد الركاب، والصيف هذا متوقع إن شاء الله أن تكون في زيادة كبيرة في عدد المسافرين ورحلات الطيران بيننا وبين الدول. المرحلة اللي مرينا فيها السنتين اللي طافوا خلال مرحلة كورونا أدى إلى ركود، ولكن بحمد الله قادرين أن احنا نقود مرحلة التعافي على مستوى العالم، ونثبت مرة ثانية للعالم أن احنا قادرين أن نكون من الرواد في صناعة الطيران. فالمشاركة هاي السنة مثل ما انت شايفة شركات كبيرة وعالمية مشاركة في المعرض في هاي السنة بدورتها الجديدة، وإن شاء الله تكون هي مكملة للمعارض القادمة إن شاء الله والتطور اللي ساير في قطاع الطيران. بالنسبة لنا طبعا هي الفرصة زي كل سنة، يعني أن نكون موجودين نمثل الشركة مع البارتنرز مع اللي هي شركائنا في البلد، يعني في الإمارات وبالذات في دبي الحمد لله، ومن بينهم طبعا اللي هي ثقة الشيخ أحمد فينا يعني كبارتنر. إحنا بالنسبة لنا موجودين في دبي أكثر من 20 سنة حاليا، متابعة طبعا كل البورتفوليو البرودكت طبعا الإنجازات اللي عملناها والإنجازات كمان اللي موجودة عندنا يعني حاليا من ناحية الموجودات، من ناحية تسهيل فرص اللي هي الأنظمة اللوجستية في المطارات. هذه كانت على هامش الأمور اللي وضحناها للشيخ أحمد الحمد لله، على أساس نكون يعني مطار دبي دائما سباق بالنسبة لكل الأنظمة اللي إحنا بنطورها كشركة عالمية كسيمنز، إنها تكون دبي السباقة دائما إنها تحصل على هذه الأنظمة. وهذه هي العلاقة الثقة الحمد لله اللي موجودة بيننا وما بين مطارات دبي يعني من البداية ومستمرة إن شاء الله يعني لعقود جاي. وعليكم. معرض المطارات بالنسبة لنا أنحن في 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 عالم الطيران مهم جدا. كل تكنولوجيات العالم تجي عندنا ويجربون كل شيء جديد موجود في هذه الصناعة، في سواء كانت مطارات دبي أو في الإمارات العربية المتحدة أو دول الخليج. فهي صراحة أحسن وسيلة تواصل بالنسبة للتطور وبالنسبة للتكنولوجيا في مجال الطيران والمطارات.